ديرو ديليس بالجوز. ديليس بالجوز. في هاد المقادير العجينة راح نسحقو 150 غرام تاع مارغرين، بين 100 حتى 130 غرام تاع الفارينة، حبة تاع البيض، 160 غرام تاع سكر عادي، 20 غرام تاع المايزينا، لافاني، رشة تاع خميرة الحلويات. هنا عندنا الشوكولا اللي راح نغلاسيو بها، الجوز التزيين والكراميل، ونسحقو تانيك 50 غرام تاع العسل. هذه كامل في عجينه واحده. كامل في عجينه واحده. ابار شوكولا باينه. لخاطر الكاطو تاعي واش فيه؟ فيه قاعده لو بيسكوي راح يجي لوغو تاعو كيما الفينونسيي. كيما الفينونسيي. دونك راح نطيبوا البيسكوي تاعنا، من بعد ندير الكراميل تاعي من الفوق، ونحط حبيبات تاع الجوز كيما راهم، ونغلاصيوه بالشوكولا. هذه لازم نشوفها بعيني باش نقول لك كيفاش جايه. دونك نبداو ديريكتومون. ناخذ تسحق. بون، ناخذ الميزان قبل. نوزن لا مارغرين. كما قلنا نسحقوا 150 غرام. راني نخدم. يا جبت لك لاكويه يا ناصر. معليش، عندك 150. 150 غرام تاع لا مارغرين. تسمى شويه فوق نص البطاطا. نقعدوا في الكادو تراديسيونيل في لاباس تاعو، ما نحرفوه ما نبدلوه. لازم. لا ديكو. لا يسمح كل واحد يديكوري كيما يحب. كيما يحب صح. خيبيا. دونك راح نزيد عليها. جبنة في الحلاف. بين 100 حتى 160 غرام، أنتوما واش تحبوا الحلاوة؟ أنا ندير غير 100 لخاطر راح نزيد عليها العسل. هيا أوكي. 100 غرام. العسل احنا نخدموه ناصر، ميم في البيتزا نحب ندير مغرفة تاع العسل في بلاصة السكر، يعطيني عجينة بزاف شابة. يعطيك الصحة. كاش نهار نديروها للمشاهدين كثيرا. إن شاء الله. إن شاء الله. ان شاء الله. قلنا نزيدوا 60 غرام تاع العسل. ما نقص السكر باش نزيدوا العسل ناصر. يعطيك الصحة. تخيل. هاد الكاطو راح يجي بنين بزاف بالإضافة تاع العسل. تاع العسل. إذا ما كانش متوفر نقدروا نديروا سكر كلاص بركة. أوكي. مع القريصة تاع الملح ناصر ما ننساوهاش. بيان سو هي قدامك. يتسل. ونضرب هذا لو ميلونج. هذه دونك الميزان نخليه نسحقه من بعد. نضربوا لا مارغرين مع السكر مع العسل. بسم الله.